مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه يعني انا مبسوط ان انا بتكلم معاكم وهخش في الموضوع على طول. الحقيقه انا بتكلم النهارده لان في معركه ضمير، وانا مش هسكت. الحقيقه انا شفت استاذ ايمن رمزي الفيديو اللي انت حطيته عند حضرتك، وفيديو موجع. شفت النهارده فيديو الفلسطينيين بيتعرضوا للضرب من حماس وبيكتبوا على ظهرهم حرامي، والحقيقة أستاذ أيمن أنا شفت نشر هذا الفيديو شيء موجع، بس بيتعرضوا من حماس. الحقيقة أنا دخلت للصفحة، نفس الصفحة اللي نشرت هذا المنشور، ولقيت منشورات كتيرة جدا عند نفس الشخص اللي بينشر بيشتكي مر الشكوى من طيارة رباعية إسرائيلية أثناء ركوب درجاته بيتقتل طفل مراهق. وشوفنا بفكركم بفيديوهات البيانو والمش عارف ايه. ليه يا استاذ كمال غبريال انا بتكلم بهذا الشكل؟ انا بتكلم حضرتك استاذ ذات ضمير، وفي معركه ضمير بيني وبينك. ما ينفعش السكوت عن حاجه، يعني ما ينفعش تشوف فيديو، ما ينفعش حد يشتكي فتنتقي. هنا ما ينفعش انتقاء. الفلسطيني النهارده بيمر، احنا العرب كلنا، الجوع، المجاعة اللي في مصر، احنا في مجاعة. المجاعة اللي في مصر النهاردة شخص ما يكلش لحم ولا فراخ ولا سمك. المجاعة اللي في مصر النهاردة بيمر بيها فلسطينيين، يعني مجاعة عالمية. عايز افتكرك بالكلام استاذ اسماعيل حسني، امريكا لما دخلت، انا مش بعادي قيم الحضارة الغربية ولا حاجة، بالعكس انا معاها، لكن هم عملوا ايه لما دخلوا افغانستان؟ قعدوا 20 سنه محتلينها، ما عملوش حاجه تفيد هذا المجتمع. تعال اتفرج على الدول اللي مش عربيه ولا اسلاميه، المانيا واليابان. اليابان انا اتفرجت على حاجات بجوفيتش يا جماعه، شفت اليابان الشعب بقى بيبيع نفسه. دي عبوديه. انا مع الحريات الجنسيه، لكن ما تبقاش عبد عشان الجنس. وكذلك المانيا واليابان، اللي بيخش امريكا، اللي بتخش امريكا بيمسخوه. معنا مع الحضاره، اهلا وسهلا مع الحضاره، مع ناس انت احنا مع الحضاره. انا مش ضد الحضاره، لكن ضد الاستواج المعايير. يا استاذ كمال غبريال، استاذ ايمن رمزي، ما ينفعش تنتقي فيديوهات. ليه استاذ كمال غبريال بيكتب عجبني يقول لك ترامب؟ استنى نعرض الفيديو. هل تصدق ان الاله هو الاستاذ مش معلم؟ هل تصدق ان الاله قد تدخل لينقذ ترامب ولم يكترث حياه مئات الاسرائيليين الذي طالهم الارهاب الفلسطيني في 7 اكتوبر؟ هفترض معاك ان في فعلا حاجه انا ما شفتهاش، اغتصاب وكلام من ده. ما يعني انا مغفل، ماشي، ما شفتش الكلام ده. اهلا وسهلا بحضرتك. طب وحضرتك اللي من سنه التاريخ ده كله اللي محتلها ومش شايف اللي مش عارف ايه، يبقى مغفل يا استاذ كمال غبريال ولا انا؟ انت استاذ، فانا بسالك والله، عايز استفيد بحضرتك. يعني انت مش عارف انت ايه اللي بيحصل للشعب الفلسطيني؟ مش قادر تحس بالمأساه اللي احنا فيها، كالاحتقان الطائفي واللي مش عارف ايه وبتاع الغباء بتاعنا ده؟ اهلا وسهلا، بنعترف بيه. عايزين نتغير، ومش هنتغير الا لما نعترف بالغباء اللي عندنا، لكن اللي حوالينا مش ملايكه. يعني انا ممكن اكون مخطئ النهارده لما شفت الفيديو بتاع حماس، لان هم ناس جعانين، فهم بيستولوا على الاكل حسب الكلام ده. انا حسد هذا الكلام. ففعلا الحماس بتعمل حاجات مش بتنتصر، يعني حتى كمان، يعني انا معاك ان الحماس مش بتنتصر، لكن الناحيه الثانيه ايه؟ يعني ايه الكتاب بتاعهم اللي بيحرض على قتل الاطفال ولا شوف بس قتل الاطفال والرضع رسميا في صمويل الاول والبهايم كمان، اطفال ورضع
حتى دول هيكبروا ويبقوا ارهابيين. العقليه، انت نفسك بتكتب في المنشورات بتاعتك وراجع نفسك، ها راجع نفسك وراجع ضميرك وراجع وراجعني لو انا كنت غلطان، لكن انا شفتها بعيني ان انت بتتهم كل الفلسطينيين ارهابيين. يا استاذ كمال يا غبريال، انا مش ضد اليهود، انا ضد نتنياهو طبعا وضد السيسي الصهاينه دول، لكن مش ضد اليهود. انا لما رحت شرم الشيخ قلت لك قعدت مع حد يهودي وانا اعلنت ذلك، توفيق عكاشة لما قعد مع حد يهودي عزمه في بيت سفير ولا بتاع، ايه اللي حصل فيه؟ احنا عايزين نعيش امبسي، يعني احنا ما عايزين نعيش اهلا وسهلا، لكن عايزين نتقدم، والحضاره الغربيه القيم والحريات اللي موجوده دي عايزين نستفيد منها، لكن ايه اللي حاصل يا استاذ كمال يا غبريال؟ ما ينفعش يا استاذ ايمن رمزي، استاذ كمال غبريال كمان، ما هو ما ينفع، عايزك تحس ما ينفعش ننتقي حاجات ونسيب حاجات. اعرض لكم بقيه الحاجات اللي بيعملها. نفس الصفحه يا استاذ ايمن، نفس الصفحه، خش فيها وشوف العسكري الاسرائيلي ده بيعمل ايه في الاساس، الخيبه، ها الجيتار، فاكر الجيتار وفاكر العجله وفاكر الاطفال، ها بص بيعمل ايه في البتاعه. انا صورت عشان مش عارف انشر الفيديوهات، ومش عايز انشر فيديوهات عشان خاطر ما اخش في الحكايه دي. ادي واقف اهو بيستعد اهو عشان يعمل الشغل الاستعراضي، حاجات بفلوس، دي بفلوس اهو، هنا ابتدى يعمل فيها، هيسوي هنا وقعها، هو عمال الفيديو طويل، يعني هو في حاجات عمال استعراض على فلوس ناس. خد شيء منه او منا. بيقول لك لا يوجد بيت مدمر او حجر مبعثر أو يد مبتورة وأم ساكلة وأمه مشوهة وأمه مشوهة أو أم مشوهة إلا وستجد الولايات المتحدة الأمريكية أثرا فيه. يا أستاذ كمال غبريال، هؤلاء مش عايزين حضارة، مش عايزين تقدم، لما دخلوا أفغانستان ما عملوش حاجة، هم عايزين شعوب من المخنثين، شعوب من العبيد، شعوب فاسدة، عشان خاطر هو الفكر اليهودي هو نفس الفكر الإسلامي، ان هو يكسر الناس ويقعد يذل الناس وكذلك بقى انت المكمسيحي، اخد بالك انت بتنحاز لاحد المجرمين، ها انت مجرم، انت مجرم، قتلت هباتيا، ها فانت بتنحاز ضمير ميت بلاد تحس انت عندك الناس كلهم، كل الذين يقولون املك عليهم اتوا بهم واذبحوهم امامي، واملك عليهم مش عايزه يتجوز ولا عايزه يتسطر ولا عايزه مش عارف ايه، او الجنس، ما انت نفسك عمال تنقد ان اللي بيرفض الحياه ويرفض مش عارف ايه ويرفض الجنس، والجنس ده حاجه مش زي الاكل والشرب، لا ده مش هو ده، ده قليل ادب، عايز جنس يا استاذ. يعني يعني راجعوا نفسكم وما تنطقوش حاجات وتسيبوا فيديوهات يا استاذ ايمن رمزي. نفس الناس اللي انت بتقول عليهم اخد بال سعادتك، خش على الفيديوهات بتاعهم وشوف الناس بتشتكي من حماس وبتشتكي من الاسرائيل وبيشتكوا من قد ايكوال، هتلاقي منشورات ايكوال، ها انا دخلت وبصيت، خش وبص، ما ينفعش تنتقي منشور وانا بتوب، انا اذا كنت انتقيت حاجه واذا كنت نصرت حماس، ولكن فعلا بالشكل ده برضو ما انا اتمنى ان تكون حماس حركه المقاومه، لكن انت عايز مؤاخذة تقطع لنا اسمها ايه، خلوه يخصم، اخصاء، اخصاء شعوب واخصاء ناس واخصاء عقول، عقول مختونة. تاني بوريك الفيديو، بيختاروا الاطفال يا باشا، بيختاروا الاطفال اهو حضرتك، الكتاب بتاعهم في صموئيل الاول قتل الاطفال وردع. منشور تاني يا استاذ ايمن، للامانه هو المنشور بتاعك في ضرب فعلا، بيكتبوا على ضهره بالاخضر هو حرامي، شيء موجع. عن حماس اتحدث الفيديو اللي فات، الفيديوهات في حماس بترتكب طبعا، بيقولوا بياخدوا الاكل وبيبيعوه بثمن غالي، بيستغلوا الفلسطين، او هم ما تعرفش هم ممكن يكونوا جنود اسرائيليين، ما هم جنود للشر الاسرائيلي زي بالشكل اللي ده شايفه ده. ادي منشور بس عجبني بصراحه، من رآني في الحلم فقد نال شفاعتي كتاب العبط. انا يا جماعه صدقوني انا بتكلم معاكم لاني غزاز عليا، وشيء موجع ان يكون في حد مزدوج معاييره. نورونا.